أهلا بكم. تصاعدت في الآونة الأخيرة الهجمات الدموية المنسوبة إلى تنظيم داعش سواء ضد القوات الأمنية أو المدنيين كما جرى في ساحة الطيران في بغداد. تزامنت هذه الهجمات مع تصعيد واضح لنشاط الميليشيات الطائفية سواء باستهداف المصالح الأجنبية أو عمليات اغتيال واختطاف المتظاهرين والناشطين وبقية المدنيين. الرواية الحكومية عن اتهام تنظيم داعش بالمسؤولية عن هذه الهجمات قوبلت بالتشكيك بل بالرفض من قبل الرأي العام العراقي بل غالبيته ويتهم ذو ضحايا هذه التفجيرات الميليشيات بالتواطؤ مع منفذي هذه الهجمات لغايات وأهداف سياسية وطائفية أو لإعادة تسويق نفسها أي هذه الميليشيات بعد المذابح التي ارتكبتها ضد المتظاهرين السلميين. عودة ما يسمى الإرهاب واستثماره سياسيا وطائفيا هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ثمة غايات سياسية وطائفية من عودة أو إعادة ما يسمى الإرهاب الذي تصاعدت هجماته الدموية في الآونة الأخيرة؟ وما الهدف من توالي وتكرار التصريحات الحكومية والإيرانية المحذرة من عودة ما يسمى الإرهاب بعد هجماته الجديدة في العراق؟ ولما بات يروج سياسيا وإعلاميا أن القوة المسلحة الوحيدة القادرة على مقارعة تنظيم داعش هي ميليشيا الحشد فقط؟ ثم أليست الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة جزءا من إرهاب الدولة اليومي الذي يضرب ذات اليمين وذات الشمال في العراق؟ ولماذا يعتقد معظم الرأي العام العراقي والناشطون المدنيون أن الإرهاب المتصاعد هو إرهاب سياسي وطائفي مستدعى؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، محمود المسافر. على مبدأ فرق تسد قامت المنظومة الحاكمة في عراق ما بعد الغزو الأمريكي، وبالطائفية واستثمار الفوضى الأمنية تسعى إلى ضمان استمراريتها في الحكم. عندما خلت من أي مقوم وطني يمكن أن يقنع الناس بصلاحيتها، وكأن أحزابها السياسية تقول: أيها العراقيون، عليكم أن ترضوا بحكمنا وتصبروا على مآسيكم وفقركم وجوعكم، أو تغرقوا في بحار الدماء وفوضى الإرهاب. ورغم الفساد والانهيار الاقتصادي، لم يسلم العراقيون من الفوضى الأمنية حتى صارت الجرائم المنظمة والاغتيالات والتفجيرات يوميات للمدن العراقية. ويزداد الإرهاب والقتل ضراوة كلما انتفض العراقيون مطالبين بالتغيير السياسي، أو عندما يحتدم الصراع بين الأحزاب والكتل مع اقتراب الانتخابات، لتصبح التفجيرات عبارة عن رسائل سياسية وأمنية يكون الشعب ضحيتها. وتزامناً مع التوتر السياسي بين الأحزاب مع قرب الانتخابات وانعكاس المتغيرات الإقليمية على العراق، تستحضر داعش مرة أخرى وتشن هجمات في عدة مناطق في العراق، وذلك بحسب مراقبين لإبعاد الأنظار عن واقع المنظومة الحاكمة المزري على الصعيد الشعبي والدولي، وشد الانتباه إلى إمكانية عودة كابوس الإرهاب. وعندها لابد من تصوير بطل مخلص يتصدى لهجمات داعش، وبهذه الطريقة يمحى السجل الأسود للمتصدرين لمحاربة داعش، مثل ميليشيات الحشد التي باتت منبوذة شعبيا بسبب جرائمها ضد المتظاهرين، وملاحقة دوليا بسبب خدمتها للمشروع الإيراني. لكن العودة إلى فترة عام 2014 وتهيئة الشعب نفسيا وفكريا لها أمر في غاية الصعوبة، إذ أن ورقة داعش وإن كانت صالحة للاستثمار الحكومي إلا أنها انكشفت على المستوى الشعبي، وتجارب السنوات الماضية برهنت أن مشروع العملية السياسية الوحيد يلخصه هذا الشاهد من أهلها. بالتالي أخذ من الائتلاف العراقي مثلا بهاء الأعرج يتكلم بطائفية حتى يجذب ويسوي له قاعدة، وذاك الآخر من القائمة الأخرى يجذب طائفة وسويت قاعدة طائفية. بالضبط، هذا اللي صار. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في عودة أو إعادة ما يسمى الإرهاب واستثماره سياسيا وطائفيا. ضيوف الطاولة:
الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وهنا في الاستوديو الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا من العاصمة الماليزية كوالالمبور الدكتور محمود المسافر الأكاديمي والباحث السياسي العراقي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. نبدأ مع دكتور عبد الحميد العاني هنا في الاستوديو. دكتور، هناك إرهاب تتصاعد هجماته في العراق، كان آخرها ما جرى في ساحة الطيران مقتل العشرات، أيضا ما جرى في صلاح الدين وديالة. هناك اعتقاد عند غالبية الرأي العام في العراق والناشطين وذوي الضحايا أن هذا الإرهاب ليس الإرهاب التقليدي، لا جدال أن في العراق إرهاب منذ عام 2003 حتى اليوم، لكن هذا الإرهاب إرهاب مستدعى وفق توقيتات معينة وفق غايات معينة، وبالتالي اتهام مبطن للسلطة بالتواطؤ بالتسهيل بعملية غض الطرف فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين وللأساتذة الضيوف، أهلا وسهلا. في أي جريمة من الجرائم دائما يقال انظر وابحث عن المستفيد، نعم، وليس فقط الأدوات التي تنفذ هذه الجريمة. هذه قاعدة تنطبق على ما يجري اليوم وعلى صميم سؤالك الذي ذكرته الآن. وكذلك أيضا هؤلاء أبناء الشعب العراقي الذين ينظرون إلى المسألة من هذا المنظار والزاوية التي ذكرتها وتساؤلاتهم، هم عايشوا هذه المأساة حوادث الإرهاب منذ 2003 إلى الآن كما تقول، وحوادث الإرهاب هذه ليست منحصرة بجهة من الجهات. يعني نحن ربما لا بد لنا في بادئ الأمر أن نحدد ما معنى الإرهاب وما هو الإرهاب، لأنه ربما أحيانا يقصد ويراد منه أن هذا الإرهاب هو مختص، حينما يقال هو مختص بجهة معينة فقط أو بفئة معينة أو بمحافظة أحيانا، ويسيس أو يجير سياسيا أو مذهبيا وطائفيا وغير ذلك. هذه قاعدة. أيضا كما قلت قبل قليل، أبناء الشعب العراقي الذين عايشوا هذه أعمال الإرهاب المتنوعة، سواء كانت من داعش أو من ماعش، سواء كانت من أبناء أو من منظمات إرهابية داخل العراق أو جاءت من خارج العراق أو متعاونة وخليط من كليهما، سواء كانت بأوامر جارة السوء إيران أو مخابرات أمريكا والاحتلال الأمريكي وغيرها، كل هذه أبناء الشعب العراقي يرون أن هذه الأعمال الإرهابية تتصاعد وتتزايد مع كل مفصل من المفاصل المرتبطة بهذه العملية السياسية. إذن هنالك تجير أو هنالك تسيير، تجير وتسيير عندنا، نعم، لهذه الأعمال الإرهابية. وهؤلاء بغض النظر من الذي ينفذ أو أيضا يتبنى، أصبحت قناعة عند أبناء الشعب العراقي أن هؤلاء أدوات يسيرون، وربما يسيرون بالريموت كنترول. فإذا قناعة الشعب العراقي لم تأتي هكذا من فراغ ولا من هوى، وإنما بناء على أمثلة متكررة، ويعني ليس الواحدة ولا الاثنين، بل بعشرات الأمثلة التي هي منذ 2003 إلى حد هذا اليوم. ولذلك هم لا يحملون أو لا ينظرون إلى من الذي قام بهذا فقط، وإنما المسؤول فعلا الأول والأخير هي هذه المظلة، العملية السياسية، الحكومة التي ربما تتهاون وتتعود تتعمد التهاون، أو أحيانا ربما تتواطأ في هذه الأعمال. أنه هذا الاتهام يعني قد تقدم أكثر من عملية التقصير أو الاستخفاف إلى اتهام بالتواطؤ، وكما ذكرت التيسير أو غض الطرف أو التسهيل. لا، ليس فقط غض الطرف، فعلا يعني هنالك تواطؤ، وهذا ما جرى اعتراف به على ألسنة بعض هؤلاء السياسيين متهمين بعضهم بعض. وطبعا الاتهامات دائما نقوله من باب نشر غسيلهم حينما يختلفون، فهم يقولون ويعترفون بأن هنالك تسييرا لهذه العمليات، يعني ليس فقط غض طرف ولا تسهيل، بل هنالك اشتراك وأكثر من حادثة ثبت قطعا قيام هذه الأجهزة، سواء أجهزة الحكومية أو أجهزة المخابرات الإيرانية، الحرس الثوري أو البريطانيين، المخابرات البريطانية في أيام الاحتلال الأولى والأمريكية، نعم، كل هؤلاء قاموا بعمليات إرهابية ضد المدنيين
وضد أبناء الشعب العراقي وضد الأجهزة الحكومية كذلك. لماذا؟ لأن هنالك وراء هذا. فإذا القضية لا تتوقف عند التسهيل وغض الطرف، بل المشاركة المباشرة ربما في هذه الأعمال. نعم دكتور رافع، أشار دكتور عبد الحميد إلى قاعدة انظر إلى المستفيد من أي عمل من أي تفجير، هناك أطراف مستفيدة. تعتقد من الأطراف تستفيد من قضية الإرهاب، تسهل للإرهاب، تستفيد من الإرهاب، تدير عملية الإرهاب، يعني هي ليس بصدد إنهاء الإرهاب، إذا صح هذا الاتهام، وطبعا هذا الاتهام أيضا من معظم الرأي العام في العراق، هل يعقل أن السلطة من الممكن أن تلعب بالنار بورقة الإرهاب؟ هذا لعب خطير بالنار. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا دكتور. الحقيقة لكي نفهم هذا الموضوع علينا أن نعود إلى فهم حقيقة السلطة في العراق. يعني عندما تنظر إلى كل الأنظمة، إلى كل الحكومات في العالم، تجد أن هناك فلسفة للحكم، فلسفة لنظام الحكم، تستند إلى قوانين، إلى قراءات، إلى أطر علمية وقوانين ثابتة تضعها أمامها وتطبقها بحذافيرها وتضيف عليها بما يعززها ويطور هذه القوانين. في قضية العراق عندما جاء الاحتلال عام 2003 وجاء بهذه الكل الباغية، هذه الكل من الفاسدين، هؤلاء من البداية يعني تنادوا أو اجتمعوا على قضية واحدة، انهم يعني يبنون نظام الحكم السلطه على اساس مقولات وهميه وليس على اساس قوانين وقرارات، لانهم هناك فرق بين بناء دوله والسيطره على دوله واستلاب دوله. هم جاءوا للسيطره على دوله واستلابها وليس لبناء دوله، لذلك بنيت فلسفتهم على اساس مقولات وهميه. ومن هذه المقولات الوهميه اننا جئنا من اجل المظلوميه، وجئنا من وذهابنا نحن، ونحن جئنا من بعد الدكتاتورية ومن أجل الديمقراطية. هذا الكلام الفارغ الذي ليس له معنى. والأهم من هذا أنهم جاءوا ليقولوا، وهكذا يرددوها دائما ولحد الآن وفي هذه اللحظة يرددوها، أنه ما بعدنا هو الخراب، أنه ذهابنا سيؤدي إلى فوضى عارمة، وكأن العراق لا يعيش الفوضى العارمة منذ مجيئهم عام 2003 لحد الآن. فبالتالي استنادا الى هذه المقوله ان ما بعدنا فوضى، يريدون ان تتاجج كل القضايا باتجاه ان يفهم المجتمع ان وجودهم وجود اضطراري، وان وجودهم وجود موجب، فلا يمكن خروجهم من هذا الحكم لانهم مستفيدين ولا علاقه لهم بالشعب وبناء الدوله وبناء الاقتصاد وبناء الصناعة والزراعة، هذه قضية أخرى. نعم. ليس في مقدورهم، لا يفكروا بها ولا يريدونها، لذلك يستندون في هذه المقولات الوهمية، ومنها هذه المقولة أنه ما بعدنا هو الفوضى والخراب وسنعود إلى المربع الأول مثل ما يقولون، لكي يفهم الشعب ولكي يرتعب الشعب من هذه القضية وترتعب كل الأطراف من هذه القضية. بين فترة وأخرى كلما أحسوا بالوهن، كلما أحسوا أنهم حصروا في زاوية ضيقة، يذهبون إلى استدعاء الإرهاب، يذهبون إلى استدعاء الطائفية، لأنهم لا يتكئون إلا عليها، لأن هي جزء من الفوضى التي تعودوا عليها، هي جزء من مما يديم لهم الحكم. هذه المقولات الوهمية التي صنعت في السراديب، هذه هي فلسفة الحكم لديهم. لذلك بين فترة وأخرى عندما جاءت ثورة تشرين، يعني قبل ذلك أن نقول، عندما جاءت ثورة تشرين وأكدت لهم أن أيامهم معدودة في الحياة، أن أيامهم في الحكم معدودة، وأنهم العملية السياسية ذاهبة إلى السقوط حتميا، والشعب انتهى خرج ضدهم، والأهم من هذا أن الحاضنة التي كانوا يقولون أنها ترعاهم وأنها تؤيدهم وأنهم جاءوا من أجلها ثارت عليهم. فبالتالي لابد من اختراع هذا الوهم، إعادة تسويق هذا الوهم الإرهاب. قبل سنتين هم قالوا انتهينا من الإرهاب وأسقطنا الإرهاب وانتهت قضية الإرهاب وسنتوجه إلى البناء، وأكثر من سنتين، 3 سنوات، يعني بعد ما سموه عمليات تحرير الموصل، هذه العمليات التي دمروا فيها الموصل والرمادي وغير هذه المحافظات، لكن بعدها قالوا انتهينا من الإرهاب. طيب ما الذي يجعل الإرهاب بعد 4 سنوات
يستدعى بهذه الطريقة. هناك مثل ما قال أخي الدكتور عبد الحميد، هناك مستفيد، المستفيد هم هؤلاء، هم هؤلاء الذين يعيشون على هذه المقولات الوهمية، الذين يستدعون الإرهاب بهذه الطريقة وفقا لفلسفة النظام السلطة لديهم هكذا. نعم، تشكرك دكتور محمود المسافر. أولا مساء الخير. مساء الخيرات دكتور. يعني هل تعتقد فعلا أنه ثمة غايات سياسية وطائفية من عملية عودة، وهناك من الحقيقة يستخدم إعادة ما يسمى الإرهاب إلى المشهد في العراق، هذا الإرهاب الذي تصاعدت هجماته في الآونة الأخيرة؟ الحقيقة ربما هناك من يعتقد أنه هذا الكلام مبالغ فيه، لأن الإرهاب لم يوفر أحدا، لا قوات أمنية ولا سلطة ولا ميليشيات ولا مدنيين من أي طائفة كانوا. يعني السلطة في النهاية أيضا مكتوية بنار ما يسمى الإرهاب، هذا الإرهاب الذي يضرب هيبتها، هيبة مؤسستها العسكرية بين قوسين، يظهرها هذه القوات، هذه المؤسسة أنها مؤسسة فريسة سهلة لهذا الإرهاب، يضربها أن يشاء كيفما يشاء. فعلا هناك عملية استثمار لأهداف سياسية؟ نعم، شكرا، بارك الله فيك، وشكرا على الاستضافة، وتحية لك وللإخوان الحضور معك ولكل المشاهدين. أهلا دكتور. الحقيقة يعني المشاركين بالعملية السياسية، وأنا أقصد هنا طبعا يعني مو الكتل السياسية المعروفة فقط، وإنما الميليشيات التي تقف خلفها، كلهم يعرفون الحقيقة أنهم أمام واقع جديد، واقع جديد شكلت 17 سنة من الفشل الإداري. إيران ليست مستعدة أن تستمر مع نفس الفاشلين، وإيران معروفة بتبديل الوجوه، وحتى أن هناك مقولة أن قاسم سليماني قتل بالاتفاق بين الأمريكان والإيرانيين للتخلص من وجه يعني أصبح التلوث يعني اسمه قاسم سليماني، فأرادوا أن يتخلصوا من التلوث وإنشاء وجوه أخرى. يعني هذا قول يعني له مبرراته وأسبابه طبعا. فلذلك هؤلاء أيضا يبدلون الوجوه، وطالما أن الشعب العراقي اليوم كله رفض الحقيقة بدون استثناء، يعني لا أعطي نسبة الاستثناء نهائيا، لأنه نسبة الاثنين بال10,000 أو بال100,000 اللي يشاركون بالعملية السياسية هذه ليست نسبة تذكر، يعني كل الشعب العراقي ليس الذين شاركوا في مظاهرات تشرين فقط، بل خلفهم الملايين من الناس المتضررين، من يخافون أن يخرجوا، من لا يستطيعون أن يخرجوا، وكثيرة هي الأسباب. يعرفون أنهم أمام مرحلة، هؤلاء المشاركون بالعملية السياسية، مرحلة صعبة. إيران تريد الحقيقة أن تبدلهم لأسباب كثيرة وتأتي بوجوه جديدة. أمريكا تريد أن تعيد إنتاج النظام بطريقة أفضل لها بالتأكيد، ويمكنها من الأرض، لا سيما أنه لا زال النفط واستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي والأمن القومي الأمريكي هي لا زالت المحدد الأول لكل الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وأيضا المرحلة الطويلة من الفساد الذي مر على العراق يتطلب بأي شكل من الأشكال، وهذا مرت في كل أنظمة الفساد، أن يستبدل الفاسدون وتصير عملية محاكمات حتى لو وهمية، ويأتون أشخاص آخرين. اللي يريدون يعملون به هؤلاء المجموعة الفاسدة، الحقيقة الفاسدة هم مجرمين وقتلوا وفاسدين، يعني يحملون كل هذه الأوصاف. يريدون أن يوصلون رسائل لكل هذه الأطراف، للأمريكان، للإيرانيين، وأيضا للشعب العراقي، أننا نحن عامل مهم جدا في استقرار العراق، وإذا خرجنا سيكون بعدنا الطوفان، كما ذكر أحد الأخوان قبلي، أظن الدكتور عبد الحميد أو دكتور رافع الفلاحي. فلذلك هم يريدون أن يوصلوا هذه الرسالة. نرجع إلى الخلف قليلا، إلى الوراء، يمكن 10 سنوات من الآن كانت نفس هذه الأحداث تجري، هذه التفجيرات كانت نفسها تجري، لكن كان يراد منها في ذلك الوقت هو إعادة الاصطفاف الطائفي.
كل ما يرون انه الاصطفاف الطائفي قد خف، انت تعرف النسيج العراقي نسيج دكتور متشابه. دكتور محمود اسمح لي، الحشائر في الجنوب لديها فروع في الوسط والشمال، والوسط والشمال لديها فروع في الوسط والجنوب، هذا غير التداخل في الزواج والعلاقات الاسريه. دكتور اشكرك، سنتحدث عن هذه النقطه، سنتحدث عن هذه النقطه، عن عمليه حظوظ الميليشيات والطبقه السياسيه من عمليه اعاده التحشيد طائفيا خلفها فيما يسمى مقارعة أو محاربة الإرهاب. يعني هذه النقطة خلينا نأجلها شوية. دكتور عبد الحميد العاني، هناك أيضا حملة إعلامية وسياسية تجري بالتوازي مع تصاعد الهجمات، هجمات ما يسمى الإرهاب في العراق. طبعا هذه التصريحات سياسية وإعلامية من قوى العملية السياسية وأيضا من وسائل إعلام أيضا إيرانية، التحذير من عودة الإرهاب، التحذير من أن الإرهاب سيضرب أمن العراق، التحذير من أن العراق أيضا في عين العاصفة. تجد هذه الحملة حريصة أيضا يعني فعلا على أمن العراق، أيضا متزامنة بالصدفة مع هذه العودة اللافتة للإرهاب. يعني لا شك أنه مثل هذه الحملة التي ترضر، يعني بنظرة بسيطة تجد أن هنالك استعداد لها، وهذا أحد المؤشرات الكبيرة على أنه هذه الجهات هي مشتركة ومتواطئة في هذا العمل. لكن حتى لو استبعدنا هذا الأمر ونقول لنأخذ بأنه أو نأخذ على حسن الظن أن هنالك استثمار من قبل هذه الجهات والوسائل الإعلامية لهذا الأمر، لكن هذا يؤشر مؤشر خطير إلى أنهم هم الجهات التي هي منتفعة ومستفيدة كما تحدثنا في بداية الأمر. هنالك جهتين أو لنقل أنه جهتين رئيسيتين من هذه الوسائل الإعلام وكل الجهات حتى السياسيين وغيرهم هم الذين يقفون وراء هذه الحملات وربما التضخيم تضخيمها وكذا. الجهة الأولى أو الجانب الأول هي لغاية ما أشار له الدكتور محمود مسافر قبل قليل، وهو التخندق الطائفي، لأنه أحد أهداف أو أحد الأمور الأساسية التي تقوم عليها هذه العملية السياسية هو التخندق الطائفي. ونجد أن التخندق الطائفي والسعي إليه هو المنهج الأساسي الذي سارت عليه هذه الأحزاب السلطة منذ أن جاء بها المحتل الأمريكي إلى الآن. أما الجانب الآخر اللي هو الوسائل الإعلام الإيرانية وحتى المحلية التي تدور في فلك وسائل الإعلام الإيرانية، فغايتها هي رسائل متبادلة بينها وبين أمريكا في إطار الصراع فيما بينهما حول الملفات، وجعل العراق ساحة لمثل هذا الصراع والتنافس. وكما نقول دائما ونكرر أنه صراع نفوذ لا صراع وجود على ملفات كثيرة، فهي إذن رسائل متبادلة. نعم. وتريد منها إيران أنه تقول أنه الحاجة إلى الوجود الإيراني اللي هي عبر أذرعها الذي هو الحشد الذي يراد منه تأسيسه أو جعله أساسا لا يمكن التنازل عنه أو التخلي عنه أو حتى جعل أمر هامشي، وإنما جعل أمر أساسي في هذه العملية السياسية. ولذلك فعلا هناك أيضا حملة سياسية وإعلامية بالتركيز على دور ميليشيا الحشد، على أنه هي القوة العسكرية القادرة فعلا على مقارعة الإرهاب وعلى لجم الإرهاب، وهي الصد الأخير ترسيخ وجودها. نعم. دكتور رافع الفلاحي، الطائفية والإرهاب ورقة الحقيقة لعبت بها قوى السلطة جميعا منذ العام 2003 إلى اليوم، وكانت الحقيقة تجد لها سوق وآذان صاغية عند قطاع أيضا كبير من المجتمع في العراق لتحشيدها طائفيا في هذا الصراع بين قوى العملية السياسية. الآن الأمور تغيرت، الأمور ليست كما كانت يعني بعد عام 2003. هذا التغير الحقيقة الكبير حصل بعد تظاهرات تشرين، وهذه السلطة وميليشياتها قتلت من المتظاهرين أكثر من 800 يعني متظاهر. هل ما زال هناك من حظوظ للنجاح، من حظوظ لأن تنجح هذه الورقة، ورقة الطائفية واستدعاء الإرهاب للتخندق خلف هذه القوى المتشاركة في العملية السياسية؟ نجحت سابقا، هل لها حظوظ في النجاح الآن؟ أستاذ ماجد، دائما ما هم يعني عندما يطرحون هذه المقولات
الوهمية ويستندون إليها في أحاديثهم لبناء سلطتهم أو استمرار سلطتهم. دائما ما ينظرون الحقيقة، كل مقولة يطرحونها وفقا لجملة من المتغيرات الداخلية والخارجية. الآن بعد ثورة تشرين، بعد ما طرحت الصورة وأن الشعب كله ضدهم، الشعب الآن ما مقتنع بهذه القضية، هم ليس لديهم سوى الطائفية وسوى الإرهاب وسوى التشبث بالسلطة واليد الضاربة، اليد التي تقتل ميليشيات وقوى أمنية، تقتل وتختطف، وما رسوها الحقيقة، ما رسوا الخطف والقتل ولم ينفع. فواحدة من الطرق التي لديهم من المقولات التي يستندون عليها هي مقولة الطائفية، ونحن جئنا من أجلكم، ومقولة الإرهاب. ليس لديهم سوى استدعاءها. الآن الظروف هذه التغيرات، أنا قلت أنهم يستندون إلى تغيرات، ينظرون إلى التغيرات الداخلية والخارجية. بالنظر إلى التغيرات الداخلية وجدوا أن الوضع الآن يفلت من بين أيديهم. طريقة الحكم الآن ما عادت سهلة بالنسبة لهم مثل ما كانت قبل. الشعب ضدهم، هناك صراعات داخلية قوية، هناك انفضاح لأدوارهم، هناك غايات معينة من قضايا مهمة، ومنها الحشد الشعبي، هذا الميليشيات قد انتهت. يعني الشعب بدأ يطالب، ما حاجتنا إلى هذه الميليشيات، نصرف عليها كل هذه المبالغ المليارية سنويا ونحن لدينا جيش وشرطة وأجهزة أمنية أكثر من 2 مليون شخص، ما حاجتنا إلى هؤلاء، وإحنا يعني أكثر من ربع، أكثر من ثلث الموازنة السنوية نصرفها على هذه القوة، ما حاجتنا إلى. فبالتالي هذا الوضع الداخلي. الوضع الخارجي، هناك تغيرات على الوضع الداخلي الخارجي، وأهمها هو التغير في الرئاسة الأمريكية، تغير من الجمهورية إلى الديمقراطية، ذهب ترامب، جاء بايدن. إيران الآن اللاعب الرئيسي في العراق، بحاجة إلى أن توظف هذا الفعل بطريقة أو بأخرى لصالحها. فبالتالي أكو متغيرات خارجية ومتغيرات داخلية، لابد من إعادة طرح لكي يظهروا أن الشعب متضامن معهم، يظهروا أنهم بحاجة إلى هذه الميليشيات، لأن القوى الأمنية مثل ما تقول أمريكا، قالت أمريكا قبل فترة أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية جاهزة لمواجهة الإرهاب. الآن هؤلاء الميليشيات لا يريدون هذه المقولة، الآن يقولون أن القوى الأمنية والقوى العسكرية غير جاهزة وغير قادرة. ولو كان يعني دعني أقول هكذا والسامحني البعض عليها، لو كان لدى القوى العسكرية هذه تسمينها كثة جيش وشرطة لديهم غيرة، لخجلوا من هذا الكلام، لثاروا على هذا الكلام. كيف تقبل أنه ميليشيات تقول عنهم أنهم غير قادرين على ضبط، ونحن من يضبط النظام؟ أشكرك دكتور. واضح. نعم، أشكرك دكتور، أعتذر من عندك لأن الحقيقة مضطرين أن نتوقف عند هذا الفاصل القصير. إذن مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن عودة أو إعادة ما يسمى الإرهاب إلى المشهد في العراق. بعد الفاصل نعود لإكمال النقاش، ابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، ضيوفها الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ودكتور محمود المسافر. تبحث في عودة أو إعادة ما يسمى الإرهاب إلى المشهد في العراق واستثماره من قبل قوى السلطة سياسيا وطائفيا. دكتور محمود المسافر في كوالالمبور، إذا كان اللعب بورقة الطائفية والإرهاب
الآن محكوم عليه بالفشل كما يقول طبعا دكتور رافع الفلاحي، والواقع أيضا هذه الورقة ما عادت صالحة نافذة كما كانت سابقا قبل يعني بضع سنين من 2003 إلى اليوم، وبعد الذي جرى بعد تظاهرات تشرين وقتل الميليشيات لمئات من المتظاهرين وكلهم طبعا من وسط وجنوب العراق الذي يفترض أنها قاعدة اجتماعية كما يروج لقوى السلطة الفاعلة الآن في العراق. إذا كانت محكوم عليها بالفشل، لماذا الإصرار على هذا الاستثمار في الطائفية أو الإرهاب أو التواطؤ مع الإرهاب الذي يسفك دماء العشرات في كل تفجير في كل ضربة؟ لماذا الإصرار على الاستثمار في أو اللعب بهذه الأوراق الخطيرة إذا كان محكوم عليها بالفشل واللعبة انكشفت كما يقول دكتور رافع؟ الحقيقة لأنه يعني كان هذا هو الجزء الآخر من كلامي قبل لا نتوقف. طبعا. هو الإرهاب اللي حصل بالعراق واللي يحصل مر بمراحل، يعني هو مو فقط الغرض منه الاصطفاف الطائفي، ومثل ما يعني قلت في بداية حديثي أنه الاصطفاف الطائفي لفترة ما قبل ظهور أو اندلاع ثورة تشرين كان واضح أنه هو يعني مآله إلى الانتهاء، واضح كثيرا يعني، وأنت يعني بدينا نشوف ذلك الحقيقة بمظاهر عدة، كان من أهم مظاهرها الحقيقة التي يعني أقنعت الناس جميعا هي ثورة تشرين. ثورة تشرين عندما خرج الشباب المنتفض من الجنوب مثل ما أنت سميتها تسمية دقيقة، هم كانوا يظنون أنها حاضنة اجتماعية لقوى السلطة التي جاءت مع إيران. لذلك أو من إيران عفوا جاءت من إيران وليس مع إيران. لذلك الحقيقة ما يراد من الإرهاب اليوم والقتل والانفجارات وليس الاصطفاف، لأنهم يعرفون خسرانية، هذه ورقة خسرت. هم يردون من هذا الموضوع الحقيقة قضيتين رئيسية. القضية الأولى إشغال، كل ما تحتد الأمور سياسيا الحقيقة في عند السلطة وبين السلطة أو بين الولايات المتحدة وأمريكا على أرض العراق، ومثل ما ذكر قبل قليل أن هذا هو صراع نفوذ وليس صراع وجود بالتأكيد، كل ما يحتد صراع النفوذ هذا هم يشغلون العراقيين بهذا الموضوع، لأن يصبح واضحا أنه ليس للعراقيين فيها ناقة ولا جمل. السلطة هذه منذ 17 عاما ودخلنا بالثامنة السنة الثانية 18 ليس للعراقيين فيها لا ناقة ولا جمل، لم يستفيدوا منها مطلقا، خسائر في خسائر. أول خسارة كبيرة خسروها العراقيون هي الكرامة، والخسائر مستمرة إلى اليوم. لذلك العراقيون يعرفون أنهم بعد ما لهم أي شيء في هذه السلطة ولا في محتويات العملية السياسية، فتأتي عمليات القتل والتفجيرات هي للإشغال. القضية الأخرى تخص تشرين وتخص أهالي أبناء تشرين. تشرين تدري هم شباب، شباب طلعوا رافضين لهذا الوجود الإيراني ورافضين لهذه العملية السياسية ورافضين للفساد بمختلف يعني أفكارهم و يعني مناهجهم. هذا هو الرفض الأصلي الثلاثي التي تتضمن ثورة تشرين. فعندما خرجوا لا زال لهؤلاء آباء وأمهات وخالات وعمات يخافون عليهم، فعندما تفجر أنت في الشوارع وتفجر في أماكن عامة لا سيما تلك التي كانت تجمعهم مثل ساحة الطيران وشارع الرشيد وساحة التحرير، يبدون هؤلاء يخافون يطلعون مرة أخرى، فهي عملية تخويف الحقيقة. هذه التخويف مي أنت تعرف العراقيين عندهم هذا الطبع، يعني ممكن يرتدع لمدة يومين عن فعل ما، ولكن بعد ذلك يرجع كما كان عليه. ولذلك هو شعب الحقيقة شعب صعب المراس، صعب على كل السلطات بالدنيا أن تحكم بأي طريقة. لذلك أقول أن هؤلاء يردون الحقيقة أنا لا أقول أنهم فقط هم نفذ العملية، لكن سواء نفذتها أيادي إرهابية معروفة أو لم تنفذها أيادي إرهابية معروفة، فهو بالتالي تخطيط وتنفيذ الجهات المسيطرة على السلطة اليوم. ولا أقصد بالتأكيد، لا أقصد الحكومة، لا أقصد رئيس الوزراء، ولا أقصد الوزراء، ولا أعني بذلك أنهم بريئين، لكنهم تافهين.
الفرق بين التافه والبريء كبير طبعا. نعم. هؤلاء تافهين يعني لا يشاركون في الميليشيات وإنما هم عبيد للميليشيات، لذلك السلطة لديها، وأنا أضم صوتي ولا أخاف ولا الحقيقة أعتبر تجرع على أحد، أن لو كانت جيش جيشا ولو كانت الشرطة شرطة لما قبلوا تجرع ما يسمى بالحشد الشعبي عليهم أبدا حقيقة، هذه الميليشيا المقيتة التي يكرهها الآن كل العراقيين. فلذلك أقول نعم أن هؤلاء الآن خسروا ورقة الطائفية، لكن لا زالت هذه طالما هم في السلطة والحكم لا زالت ورقة التخويف والإشغال نعم. لديهم، وهي عبارة عن مسألة وقتية، وأنا متأكد مع التحامل الشعبي ضد هذه الحكومة ومن يقف وراءها ستنتهي كل هذه الحقيقة وستؤول إلى لا شيء يعني. أشكرك على ذكر قضية الميليشيات والحشد دكتور عبد الحميد، أيضا تصاعدت حملة أو خطاب سياسي وإعلامي يركز على الميليشيات خاصة ميليشيا الحشد على أنها هي القوة العسكرية الوحيدة القادرة على التصدي للإرهاب على مقارعة تنظيم داعش وهجمات داعش. هناك أيضا الحقيقة وأيضا غالبية عند الرأي العام في العراق وبعد الذي جرى في قضية تشرين ومقتل المتظاهرين، أصبح هناك قناعة راسخة أن هذه الميليشيات جزء من الإرهاب، وإن كانت من إرهاب يعني من نوع آخر، إرهاب أيضا متغطي أو متدثر بدثار الدولة، جزء من الإرهاب الميليشيات، هذا إرهاب يسير بالتوازي مع الإرهاب التقليدي. هل فعلا الصورة هكذا؟ ولكن وأيضا في نفس الوقت يجب أن لا ننسى دكتور أن الحقيقة هذه الميليشيات وميليشيا الحشد الحقيقة يضرب بها الإرهاب، هناك ضربات أيضا يعني موجعة، هناك خسائر تقدم من قبل هذه الميليشيات، نعم. فكيف أيضا هي أيضا إرهاب؟ يعني الأخير هو جزء من الحقيقة وليس كل الحقيقة. نعم. بات معلوما عند أبناء الشعب العراقي أنه هذا الإرهاب أو ما يجري من الإرهاب وما يسمى بالإرهاب هو له صور عديدة. نعم. داعش، ميليشيات، حشد، أجهزة حكومية كذا، هذه كلها صور منفذة للإرهاب. فالإرهاب هو ليس اسم حزب، ليس اسم جهة، ليس اسم طائفة، الإرهاب عمل. هذا العمل الإرهاب من الذي ينفذه؟ تنفذه هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة، هذه الجهات فيما بينها متصارعة لا شك، يكون هنالك فيما بينها تنافس وصراع فيما بينها، لأن هنالك مشاكل حقيقية فيما بينها، مشاكل طائفية، مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، مشاكل وجودية حقيقية، بعيدا عما تستخدمه أجهزة المخابرات من تسييس هذه الجهة وتلك الجهة. إذن هؤلاء يتصارعون لا شك فيما بينهم، الميليشيات تتصارع مع داعش، وكلهم في إطار موتقة أو مظلة الإرهابي. أما السؤال الآخر والجزء الأخير وهو أنهم هم وحدهم الذين قاتلوا داعش أو وقفوا بوجهها وينزفون دما، هذا جزء من الحقيقة، لأنه نحن نعلم أنه السنوات السابقة ما استطاع الحشد أن يتقدم لولا مظلة محاربي الإرهاب كما يدعون، التحالف العالمي الذي هو الإرهاب، محاربة الإرهاب الدولي اللي هي الاحتلال الأمريكي بأجهزته العسكرية، وكيف كانت كلنا نتذكر كيف كانت غرف العمليات المشتركة التي يشترك فيها الضابط الأمريكي وقاسم سليماني وكلاهما يتهم أحدهما الآخر. إذن هي في عملية صراع فيما بينهم، لكن هذا الصراع الخاسر الأكبر فيه هو أبناء الشعب العراقي. لذلك الشعب العراقي يدرك أنه سواء قاتل هذا هذا أو هذا قاتل هذا، فكلاهما كلا الأطراف الإرهابي هي تستهدف أبناء الشعب العراقي وتستهدف أمن العراقي وتستهدف مصلحة العراقي. ولذلك الشعب العراقي يقول أن المشكلة ليس في من يحارب من، بإنما يجب أن نبحث عن أساس هذه المشكلة. الإرهاب، فقدان الأمن هو جزء من المشاكل.
المشاكل الأساسية أو أس هذه المشاكل، من الذي صنعها؟ من الذي صنع فقدان الأمن؟ من الذي المتسبب في فقدان الأمن بالنسبة للعراق؟ هو نفسه المتسبب في تدهور الاقتصاد، في التدهور السياسي، في ضياع البلد جملة وتفصيلا. هو نفس المظلة السياسية والاحتلال الأمريكي والإيراني الذي جعل العراق محروما من جيشه، جيش الوطني الذي يحافظ على الأمن. إذن نحن بحاجة إلى علاج لأسباب هذه المشكلة وتداعياتها، فما الإرهاب وما فقدان الأمن إلا أحد تداعيات هذه المشاكل الكثيرة. دكتور رافع الفلاحي، في ضوء هذا المأزق الكبير المحشورة في كل قوى العملية السياسية بدون استثناء، وإلقاء المجتمع العراقي بمسؤولية ما جرى من انحطاط وانهيار على كل المستويات في العراق على هذه الطبقة السياسية، وهذه الطبقة السياسية أيضا ليس في جعبتها أي مشروع للإصلاح أو التقويم، هي متكئة فقط على الطائفية وعلى الإرهاب واستدعاء الإرهاب، إزاء هذا الواقع، هل سنشهد مزيد من العمليات الإرهابية في العراق، من الهجمات الدموية في العراق خاصة قبيل الانتخابات القادمة؟ نعم أستاذ ماجد، الحقيقة ربما سنشهد مثل هذه العمليات، لأنه يعني استدعاء على الإرهاب لم يؤدي إلى الغاية التي يريدونها لحد الآن. هم يريدون تجيش المجتمع بهذا الاتجاه وكسب الحاضنة، على الأقل الحاضنة اللي يسمونها الحاضنة الشيعية، هذا لم يحصل لحد الآن ولن يحصل، لكن بقدر ما سيستمرون في فعل هذه الرذيلة وهذا الإجرام، بقدر ما يدلل هذا الوضع على رثاثة عقولهم، على تخلفهم التام، لأنه هذا الموضوع ممكن أن ينجح في مرة مرتين ثلاثة، نجح في ظروف معينة استطاعوا أن يستدعوه ويكسفوا من ورائه، الآن لا يمكن أن ينجح، الظروف تغيرت، المناخ تغير، الأرضية تغيرت، كل الطقس تغير، الآن استدعاء بهذا الشكل سيقابله أيضا يعني مثل ما نتوقع، هناك استدعاء للإرهاب بشكل عمليات كثيرة بشكل، لكن توقع أيضا وتوقع دقيق ومستند إلى معطيات كثيرة وحقيقية أن الشعب سيثور عليهم، هذا سلاح خطر جدا ما يستعملونه، هذا يدلل على جهلهم ورثاثة عقولهم، غير قدرتهم، غير قادرين على التفكير السليم، ولا يصلحون لأن يديروا دولة، الحقيقة هم ليسوا رجال دولة، فبالتالي الشعب سيثور عليهم، المنطق والعقل والدراسات والأرقام كلها تشير إلى أن أيامهم ماضية إلى السقوط، إلى النهاية مهما فعلوا، لأن الخراب وصل إلى مرحلة لا يمكن احتمالها الحقيقة، والوضع لا يمكن قبوله في بأي منطق الآن، مهما فعلوا، مهما زوروا، مهما جاءوا بانتخابات مبكرة، انتخابات متأخرة، ما أعرف منه، إرهاب غير إرهاب، فبالتالي لا يستطيعون أن يقدموا شيء للشعب، والشعب قد كشفهم وثورته موجته القادمة الكبيرة قادمة لا محال. أشكرك دكتور. دكتور محمود المسافر في كوالالمبور، هناك أيضا من يتوقع أنه قمع السلطة للتظاهرات سيكون أكثر وربما أشرس، والقضية لن تقتصر على أيضا على التظاهرات، السلطة ستتوحش مع أي صوت مناوئ أو معارض لها، بحجة أن الوقت غير مناسب، بحجة أن الإرهاب على أبواب العراق، وبالتالي المعركة الآن للتصدي للإرهاب. هذه عكازة ستنفع السلطة، ستنقذها من هذا الحبل الشعبي الملتف حول رقبتها؟ يعني أستاذ ماجد، أول قضية رئيسية بالتأكيد قمع السلطة، احنا هنا لا نقصد بالسلطة وزير العمل أو وزير العدل أو وزير، حتى لو كانوا أعضاء في الميليشيات لكنهم بالنتيجة أفراد ليست لهم قيمة، السلطة هنا يمثلها الحشد الشعبي. الحشد الشعبي هو النسخة العراقية للحرس الثوري الإيراني. نعم.
هذه الحقيقة الواقعة بالعراق اليوم، اللي هي أيضا استنسخت في اليمن بشكل الحوثيين، ومستنسخة سابقا في حزب الجنوب اللبناني. وبالتالي السلطة اليوم في العراق يمثلها الحشد الشعبي، والحشد الشعبي لن يسمح لأحد أن يأخذ السلطة منه بالقوة، لا من الذين تحالفوا مع السلطة من المتحالفين من أحزاب وكتل، ولا من أعداء هذه السلطة والمتضررين منها، وهو الشعب العراقي بأكمله. لذلك سوف تكون لديهم وسائل كثيرة. القتل وبشاعة القتل هذا هو أبسطها عندهم، لأنه هم الحقيقة مثل ما قلت وما أريد أكرر نفسي، هم جاءوا على غرار الحرس الثوري، والحرس الثوري احنا شهود عليه، احنا جيلنا شهود عليه، عندما كان يدفع بعشرات ومئات الآلاف من الشباب والأطفال الى جبهات القتال في الحرب العراقية الإيرانية من اجل الحصول على مغنم بسيط في ارض بسيطة في على الحدود. لذلك بالنتيجة الحشد سيقاتل الى النهاية، لكن تأكد، يعني أضم صوتي إلى الأخ الدكتور الفلاحي، تأكد أن كل خطوة يخطون بها باتجاه إجرام وبشاعة أكثر هو انتصار للثورة، لأنه الحقيقة سيفرغ العراق من أي شخص ممكن أن يدعمهم، يفرغ العراق من أي منطق يدعمهم، ويفرغ العراق حتى من أي جماد يدعمهم، وسيكونون أمام المجتمع الدولي اللي لحد الآن هو متراخي. أنا لا أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية لأن دولة محتلة إلى الآن، أنا أتحدث عن المجتمع الدولي والأخلاقيات والقيم الدولية هي متراخية إلى الآن فيما يخص العراق. بالتأكيد سيحفزها أي عمل إجرامي جديد يحفز المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر صرامة وأهمية مما اتخذت لحد الآن، حتى يدعم هذا الشعب العراقي الذي لا أسميه مظلوما، فالثائر ليس مظلوم أبدا، هذا شعب ثائر عظيم. أشكرك. ضد المحتلين الأمريكان والإيرانيين وما اتفقوا عليه من اتفاقيات دنيئة وفي غرف مظلمة. نعم. دكتور عبد الحميد العاني، بعد الذي جرى في تشرين، وطبعا الاتهام هو موجه للميليشيات وخاصة ميليشيا الحشد بقتل المتظاهرين وخطفهم واعتقالهم وتغييبهم وما إلى ذلك، بالإضافة إلى سجل طويل في تغييب المدنيين، الآن بعد هذه العمليات هل سينجح أو تنجح هذه الميليشيا بإعادة تسويق نفسها أنها الحامي والمدافع عن العراقيين عن البلد؟ وهي انتهاكات موثقة بالمناسبة. نعم. هذه ضد الثائرين وضد أبناء الشعب العراقي، ولا يمكن هم يتوقع أو يريدون، يعني يعتقدون أنهم بمثل هذه هذا التحشيد وهذا التسييس وهذا، حتى وإن سالت دماء منهم لن تكون طوق نجاة؟ لا أبدا، لأنه ما سالت من دماء أبناء الشعب العراقي على يديهم أكثر مما سالت على يد الإرهاب فيما بينه البين، ولا يمكن أنه ينسى ويغسل هذا السجل الإجرامي لهذه الميليشيات، ولا تزال يعني ساحات التظاهر رطبة بدماء هؤلاء الشباب الأبرياء الذين ليس لهم ذنب إلا أنهم رفعوا صوتهم لاستعادة وطنهم المسلوب من قبل أسياد هؤلاء الميليشيات ومن جاء من خارج الحدود. لذلك لا يمكن بأي حال من حال الأحوال بعد أن وصل أبناء الشعب العراقي إلى هذا المستوى المرتفع من الوعي لا يمكن أن يتراجع، لأن القضية هنا قضية مبادئ وقضية عقيدة وفكر، وليست قضية يعني انفعالات، لأنه هذه الدماء التي سالت أمر مادي، والاستعادة للوطن، الوعي لاستعادة الوطن أمر بات فكرة لا يمكن أن تمحوها مثل هذه الخدع وهذه الأكاذيب. الذي يريد أن يقدم نفسه ويسوق نفسه على أنه حامي للبلد وأنه الراعي لأمنه واستعادة أمنه، يجب عليه أن يقدم حلولا حقيقية. هذه الحلول الحقيقية ليست الترقيعية، وليست إغفال مشاكل كبيرة على حساب مشاكل أخرى، أو صناعة مشاكل والادعاء بأنه يقوم بحل مشاكل أخرى. نحن بحاجة إلى حل وطني، ودائما نقول الحل الوطني والخطاب الوطني. نعم.
وعي الوطني الذي وصل له أبناء الشعب العراقي هو الذي يخلص أبناء العراقي، يخلص العراق من هذه المشكلة وغيرها من المشاكل جميعا. نعم دكتور رافع الفلاحي، بدقيقتين، هناك أيضا محاولة من قبل السلطة لخلط الأوراق وعملية الربط بين الحراك الشعبي السلمي ضد العملية السياسية وفسادها وبين ما يسمى الإرهاب المتصاعدة هجماته في الفترة الأخيرة، هذا الخلط هذا الربط لتسهيل عملية ضرب الحراك بحجة أن الوقت غير مناسب، لها حظوظ من النجاح بيد السلطة؟ أبداً أستاذ ماجد، كلما يعني أوغلوا في هذا الموضوع، كلما ازدادوا حديثاً عن هذا الموضوع، ومنه حديث العامري وغيره الذي ادعى أنه ثورة تشرين هي ثورة النفاق، ثورة الفوضى، ثورة يعني ما لا أعرف التسمية المضبوطة اللي سماها، لكن بهذا المعنى سماها، هي ثورة الفوضى أو ثورة النفاق أو ثورة التدمير أو هكذا، كلما ازدادوا يعني اتهاما للثوار، زادوا في الإغال في هذا الموضوع، ستزداد الثورة قوة، كلما تقدموا خطوة على هذا الطريق تتقدم الثورة خطوات وتسبقهم في طريق تحقيق أهدافها. هذه الحقيقة يعني لا تحتاج إلى جدل ولا تحتاج إلى نقاش، الحق منتصر مهما على الباطل، وهؤلاء سقطوا بعد تجربة 18 سنة، سقطوا نهائيا وانكشفت كل أقنعتهم، فما عاد لهم إلا أن يستخدموا القتل والاعتقال والاتهامات، وهذه لن تنفع. ومن يقرأ تاريخ العالم كله والحكومات في كل العالم سيجد أنه كل هذه الأنظمة التي تشدقت بهذا وهذا ليس جديدا سقطت وانتهت وذهبت أدراج الريح، والشعب هو المنتصر، هذا الصراع بين الشعب والسلطة وبالتالي الشعب سينتصر. شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وشكرا أيضا للدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وشكرا للدكتور محمود المسافر الأكاديمي والباحث السياسي العراقي طبعا من العاصمة الماليزية كوالالمبور، كانوا ضيوف حلقة هذه الليلة من طاولة حوار بحثت فيما في عودة أو إعادة ما يسمى الإرهاب واستثماره من قبل السلطة سياسيا وطائفيا. كما أشكر المشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.